السلام عليكم وحلقة جديدة في فقرة التساؤلات. أجمع من آخر كل حلقة في هذه الفقرة أكثر 15 سؤالا حصل على أكبر عدد من الإعجابات، فلنبدأ. مع أول سؤال لدينا من الحلقة قبل السابقة من الأخ عصمة ديكو، يسأل عن الوشم في مسلسل الحفرة. حسب ما وجدت عندما بحثت في معنى هذا الوشم، فالثلاث نقاط معناها منطقة إرثية، فأعتقد الكاتب أخذ دلالة الإرث في الوشم ليتوارث جميع سكان المنطقة نفس الإرث، وهو حب الحفرة والتضحية من أجل سكانها ومن أجلها. وسؤال آخر من مصطفى جلال يقول: ما رأيك بأداء أراس في مسلسل الحفرة؟ وما هي مقارنتك بين دوره في الحفرة وفي مسلسل في الداخل؟ أداء أراس في مسلسل الحفرة يعني شيء خرافي، فأداؤه ممتاز جدا، وأيضا في مسلسل في الداخل أداؤه كان أسطوري. فبكل اختصار أراس أصبح من بين الأفضل في تركيا وبجدارة. وسؤال من أبو هنو يقول: هل تتوقع مسلسل العهد إذا استمر لموسم ثالث نسب المشاهدة ترجع ترتفع فيه ولا يصير أسوأ؟ إذا جاءوا بشيء جديد في السيناريو ربما يعود بقوة، فمسلسل العهد بحاجة للتغيير، يعني كل الأحداث نفسها تقريبا، يذهب جولاق ويأتي من بعده، يذهب السيد الكبير ويأتي السفير، ثم يذهب السفير ويأتي الذي بعده. يجب أن يأتي الكاتب بحبكة جديدة ويخرج من فخ التكرار. سؤال من خالد اليزيد يقول: من هو أفضل ممثل وأفضل ممثلة بالنسبة إليك؟ أفضل ممثل لدي هو كينان إميرزالي أوغلو، وأفضل ممثلة هي بيرين سات. وسؤال من يونكو أحمد: يا ترى كم لدينا من أوتاكو في القناة؟ فهم ما معنى كلمة يونكو هنا. على كل حال يقول: هل سيكون جزء الرابع لمسلسل قطاع الطرق لن يحكم العالم؟ نعم يوجد له جزء رابع. وسؤال من زيزو كون: هل يوجد جزء ثالث لمسلسل أنت وطني؟ لا يوجد جزء ثالث للمسلسل، وسينتهي نهاية شهر مايو القادم. سؤال من كرار علي يقول: من أين تأتي بالأخبار وكيف تثق فيها؟ الأخبار آتي بها من المواقع التركية للصحفيين، وأحاول أن آتي بالأخبار التي تهم الدراما التركية، وأبتعد عن أخبار العلاقات وغيرها. أما عن الثقة فأنا أذكر قبل الخبر، إن كان رسميا أقول خبر رسمي، وإن كان لا فأقول حسب صحفي معين أو صحفية أو موقع معين يحتمل الصواب والخطأ. سؤال من الأخ يقول: ما رأيك بمسلسل الفاتح؟ المسلسل في بدايته لكي نحكم عليه وأعطي رأيي، لكن إلى الآن فيه نقاط قوية، وأرجو أن يتطرقوا لحصار القسطنطينية والمعركة بكل عناصرها، إذا فعلوا ذلك سيصبح مسلسلا في قمة الإبداع. سؤال من بحر المشاعر تقول: بطل مسلسل دقات قلب براك حقي، هل له مسلسلات أخرى؟ لدور بطولة الرئيسية أعتقد لا يوجد، لكنه يشارك الآن في مسلسل قيامة أرطغرل، وشارك أيضا في مسلسل حب في مهب الريح. سؤال من عبير أحمد: ما رأيك بمسلسل بويراس كاريال؟ مسلسل 10/10 ومن أفضل المسلسلات التركية على الإطلاق بالنسبة لي. وسؤال من عمر عجاب يقول: هل سيتوقف مسلسل حب أبيض وأسود عند الحلقة 25؟ لا، ذلك ليس صحيحا، المسلسل سيكمل لنهاية الموسم ولم تتحدد رقم الحلقة الأخيرة بعد. وسؤال من الأخ هنا يقول: مسلسلات تنصحني بمشاهدتها؟ كنت قد عملت فيديو عن أفضل 20 مسلسل أنصح بمتابعته، وتجده في مربع الوصف أسفل هذا الفيديو. وسأعمل إن شاء الله في نهاية هذا الموسم فيديو عن أفضل المسلسلات لهذا الموسم والذي أنصح بمشاهدتها. إلى هنا نصل لنهاية أسئلة حلقتنا. للتنبيه فقط، ففقرة التساؤلات تكون جمعة كل أسبوعين، يعني هذه الجمعة يوجد حلقة، الجمعة التي بعدها لا يوجد، وهكذا دواليك. نلقاكم بخير في فيديو قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.